النهارده غرق مركب صيد مصريه اسمها زينه البحرين في السودان. المركب كان بيحمل على متنه من 20 ل 23 صياد مصري. البحريه السودانيه عثرت على 2 ناجين فقط، هما طفلين، ولسه حتى هذه اللحظه جهود الانقاذ مستمره للبحث عن باقي المفقودين. معانا على تليفون الاستاذ بكري ابو الحسن شيخ الصيادين. اهلا بحضرتك يا شيخ بكري معانا في مساء القاهره. وايه حكايه المركب دي اللي غرقت في المياه السودانيه؟ هو بسم الله الرحمن الرحيم، بس حضرتك توضيح، هم 14 على متن المركب، وطبعا كانوا متجهين الى الشمال في دوله السودان. ويوم الاربعاء الماضي تعرض المركب لمحركات في الماكينات ومحركات المركب، مما اضطر رئيس المخصص لتسجيل المركب منعا للتحرك. يا شيخ بكري بعد اذن حضرتك، بس انا مش سامع حضرتك كويس، يا ريت بس تبقى واقف في مكان يعني في صوت واضح علشان اقدر يعني اسمع حضرتك. طب حضرتك كده تمام؟ تمام. اتفضل، بس قول لي من الاول كانوا على متن المركب، حضرتك صححت لي قلت لي هم 14. 14 فرد على متن المركب. فال 14 فرد دول شحط بيهم المركب، اتعطل في الاول في منطقه اسمها ماسبريس. هذه المنطقه منطقه سودانيه اسمها ماسبريس، تعطل بيهم المركب. وبعدين نزلوا المختص على اساس يثبت المركب منعا لتعرضه للطيارات البحريه او جرفه لاي منطقه اخرى، الى ان الطيارات البحريه والرياح كانت اسد من الحبال اللي هي خاصه بالمختص والهانكر، وقطعت هذه الحبال مما تسبب في جنوح المركب وجرفها بمساعده التيار الى منطقه اسمها السبعات. منطقه السبعات من المناطق شديدة الوعورة في الشعاب المرجانية. دي فين دي يا شيخ حسن؟ نعم؟ الشيخ أبو الحسن دي فين؟ في السودان، كل دوت في السودان حضرتك. كل ده في المياه السودانية، بس كانت خارجة منين أساساً؟ يعني هي نقطة انطلاقها كانت منين؟ خارجة من ميناء، خارجة من ميناء برنيس. أي. برنيس يوم السبت الماضي. أي. فيوم الأربعاء لما حصل فيها العطل اتقطع الحبل بتاع المختاف. المركب جنحت بفعل الطيارات البحريه، وصلت لمنطقه اسمها السبعات. منطقه السبعات منطقه شعاب مرجانيه شديده الخطوره. اعتلت المركب الشعاب المرجانيه، دخلت اصطدمت بالشعاب واعتلت الشعاب. تصادف وجود لانش صيد سوداني. طائر المركب ال 14 استاذن من رئيس اللانش السوداني ان ياخد 2 من افراد المركب المصري يوصلهم لاقرب نقطه سدود لابلاغ وانقاذ البحار الباقيين اللي هم ال 12. بالفعل وصلوا لغايه هناك، والسلطات السودانيه استقبلتهم وحققت معاهم وعرفت وبدات تتعامل مع الحدث. احنا طبعا يعني الحكومه المصريه لما بدانا نتواصل تم الاتفاق بين الحكومه المصريه والسودانيه والتواصل بان هم طلعوا طياره من القوات السودانيه، طلعت طياره بتبحث الان من حوالي 3 4 ساعات. هناك طائره تبحث في المسطح المائي في مكان الحادث في منطقة السبعات، وحتى الآن لم نوصل أي أخبار عن البحث، ماذا أسفر البحث. لكن في 2 ناجين بس أطفال. هم الاثنين الناجين هم نزلوا طواعية، هم اللي نزلوهم، بقية الطاقم نزلهم علشان يبلغ. هو تم الإبلاغ عن طريقهم هم، وهم اللي بلغونا النهارده اليوم. أيوه. لكن حضرتك الصيادين دول بس الطياره السودانيه ان هي تسفر عن ان شاء الله يعني وجدتهم وتبينت مكان المركب وجوده فين، وانقاذ باقي البحاره، انقاذ باقي البحاره. هل لسه في امل لانقاذ باقي البحاره بعد كل الوقت ده؟ حضرتك المركب طالما لم يؤثر في الرياح وهو على الشعاب المرجانيه يجوز، بس احنا بنتكلم عشان الجو برد والنواه شديد البروده، وبالتالي ان البحار اللي موجود هناك ما نضمنش ظروفهم ايه. احنا دلوقتي منتظرين لو المركب فعلا قاعد ما اتحركش وما فيش اثرت عليه اي رياح او اي نواه وهو على الشعاب المرجانيه يجوز ان هو ينتظر. حتى الان يعني متعشمين في وجه الله خير باذن الله تعالى، وجهود المسؤولين للمركب يتم انتشال البحاره اللي موجودين فيه بمعرفه الطياره السودانيه عودته ان شاء الله الى مصر. طيب هو الصيادين دول اساسا هم من انهي محافظه؟ دول حضرتك من المطريه الاهليه ومن عزبه البرج دمياط.
طيب حتى الآن يعني كلهم مفقودين، ما فيش أي معلومات بشأن أي صياد منهم، ما فيش أي حد بالضبط يعني اتصل بحد من عيلته، ما فيش الأخبار منقطعة تماما. لا هو احنا في 2 مناديب في السودان موجودين بيتم التواصل بينهم وبين صاحب المركب في دمياط، وبيتم ابلاغنا بكل جديد اولا باول، وهم المتابعين الطياره. شيخ بكري حضرتك معايا؟ شيخ بكري حضرتك معايا؟ طيب واضح ان الاتصال اتقطع مع الشيخ بكري ابو الحسن شيخ الصيادين، شكرا لحضرتك معانا. يعني زي ما قال لنا الشيخ بكري انه المركب كان عليها 14 صياد فقط، وانه حتى الان الاتصالات مفقوده تماما مع هؤلاء الصيادين. سوء الاحوال الجويه هو اللي تسبب في هذا الحادث، 2 فقط هم اللي نجوا من الاطفال، وهم نزلوا طواعيه علشان يتم الابلاغ على المشكله اللي موجود فيها المركب. حتى هذه اللحظة الجهود السودانية من أجل الإنقاذ ما زالت مستمرة. يعني الصيادين هؤلاء من أكثر من محافظة في مصر، يعني ربنا معاهم، وإن شاء الله يعني تبوء جهود الإنقاذ وتكلل بالنجاح.